آخر موضوع اليوم نتكلموا على زوج من الحراير تاع الجزائر، عبلك ماري وفاطمة بودودة. عبلك ماري في محكمة توغورت كانوا يحكموا عليها بعام حبس نافذ، في الاستئناف زادوا أكدرها عام حبس نافذ. هذه لا حرضت على يعني التفرقة ولا حرضت على الكراهية ولا كما دارت نعيمة صالحي، وإنما هذه كل ما دارت هو أنها حراكية الطالب بإقامة دولة القانون. نهار 29 ديسمبر 22 في محكمة توغورت حكموا عليها بعام حبس و100 ألف دينار غرامة 10 ملايين. واليوم يزيد الباركي يطالب بالتأييد تاع الحكم نهار 14 ماي، رايحين نشوفوا يعني النطق بالحق. بالإضافة إلى هذه الحرة عبلة وحاملة اسمها كما يلزم الحال، كان السيدة فاطمة بودودة، هذه يعني مرعدة العصابة، هذه رعدة العصابة كالمية، وقال ما جابت الأبطال، جابت الرجالة وجابت النساء. حكموا عليها بعامين حبس نهار 9 ماي 2021، كملتهم بالتمام نهار ما يخصش، نهار ما يخصش. وهاي اليوم يعني فرج عليها ربي، ما داروا فيها حتى مزية، ما داروا فيها حتى مزية. هذه دارت عامين حبس لأنها طالب باحترام كرامة الجزائري، طالب بإقامة دولة القانون، طالب بإقامة دولة مدنية. ونعيمة صالحي اللي طالب بتقسيم الجزائر والطالب برفض جزء من الجزائر وجزء من سكان الجزائر الأصليين اللي هي ما عندهاش بلاصة معاهم، هي تقول بلي جات من السعودية، قولها رجع للسعودية، بس تقول جيتي من السعودية، يروح يرجع للسعودية واش قاعدة ديري معانا؟ هذا ما كان. أبا هذه يقعدوا يتمسخروا بالغاشي، يحكم عليها 6 شهور ومن بعد ديروا للآخر الاستئناف، يحكم في سن زمان النيابة يطلبوا بتشديد العقوبة، على الأقل يزيدوا لها 6 شهور أخرى على الأقل. ولكن أنا نظن أنه الحبس شرف، الحبس شرف اللي يدخلوه السياسة، وعمرها ما يعطوها شرف في السجن. تلوث السجن لأنه هي أبدت رأي لكن فاتت الحدود اللي هي يتحرض على الكراهية، يتحرض على التقسيم والمساس بالوحدة الترابية، ويبقى ديما يعني تهمة قديمة فيها جانب سياسي، لأنه على الأقل هي من المفروض ما تدخلهاش الحبس، تحكم شريلها بيي رميها للسعودية، تروح للسعودية لا قبلوا بها، ما يقبلوش بها في السعودية، والله ما يقبلوا بها لليمن ولا شو يبعثوها للكاتجي هذا لأنها ما عندهاش بلاصة في الجزائر، ما هي الجزائرية، وهي قالتها ماشي أنا اللي قلت، أنا قلت سدودي عروقي في الجزائر، عندي عرش بلا عروق حنايا، ما تصيبش واحدنا اللي يقول لك حنا جينا من السعودية ولا جينا من اليمن. نقول ربي قري ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي إن شاء الله يصلح أحوالنا ونتهناو من هذه الإصابة النتنة.
السلام عليكم ورحمة الله. عشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الصواليك، قلنا لهم مدنية. يسقط